زملائي سأنتقل إلى يعني ضيفتي الثانية ماريال القطاع. ماريال حضرتك ممرضة بالدرجة الأولى وأيضا ناشطة، خليني أسألك كممرضة أولا، على الأرض امبارح كنت حضرتك موجودة، لو تصفي لنا المشهد داخل المستشفى الذي تعملين به كيف كان، واليوم وجودك على الأرض كمان شو هدفه؟ ما بعرف إذا الحكي أصلا بقدر أوصف اللي شفته. هلا أنا كنت contingency plan يعني استدعيت لأنه صار في هيدا الشيء اللي مش متوقعين له. طلعنا أكيد ما بيخفى على حدا قد إيه نحن المستشفيات كلها بحالة مزرية، عنا نقص بالمعدات، عنا نقص بالستاف، عنا نقص حتى بالتخطيط لأنه الوزارة ما عندها هيدا الثقافة إنه كاتاستروفي بلان. مهم أكيد كان في كتير ضياع، كان في كتير مشاكل، كان في كتير جرحى، كان في كتير ناس مضيعة بعضها، كان شيء كتير مؤثر. يعني ضيّنا قد ما فينا نضاين، وتظهرنا من الشفت أنا بحكي عن حالي، أنا خشيت بكي على فترة كل الليل ما نمت. وين اليوم أنت على الأرض؟ اليوم شو شفتي بالجميزة؟ اليوم أنا على الأرض، أنا من شغل، أنا على الأرض هون، أنا ما قدرت أقعد ببيتي، نزلت من قبل الدولة هون، شفت مثل كل العالم مش قادرين نقعد ببيتنا، حاسين لازم نعمل شيء. ناس ما بنعرفهم وبنعرفهم، جمعنا بعض كل واحد شو الباكجراوند تبعه، أنا بفيد هون، هذا بفيد هون، قسمنا بعضنا جروبات على قد ما قادرين نساعد بعض، لأنه كلنا معنيين شو ما كان ديننا، شو ما كان طائفنا، شو ما كان انتمائنا السياسي. عقد ما فينا عم نجرب نعمل. خاش هذه الجميزة كيف كان بالنسبة لي؟ فتنا لجوا أساس نشوف إذا بعد في حدا بحاجة لشيء، بما أنه المعدات قليلة معنا، قلنا بضل القصص البسيطة. في ناس علقانة ببيوتها، في ناس البيوت قدامها مكسرة ما فيها تطلع من البيت، أبسط مكومات الحياة ما عندهم، مي ما عندهم، دواء ما عندهم، شاش ما عندهم، عندهم ولاد صغار بالبيت، من امبارح بالاكل عم بعيدوا زيت الجمله، بيتنا راح، بيتنا راح. مين عم بيقدر يسمع؟ واللي عم بيسمع شو عم بحس؟ قادر يقعد ببيته. يلي بعده بالبيت بليز انزلوا، كلنا بحاجه لكلنا نحط ايدينا ببعض، كتف على كتف تنكون مع بعض. وللسياسيه اذا بعضهم بيسمعوا هيدا مشكله، اذا بعضهم بيسمعوا من الاعلى للاوطى، من رئيس الجمهوريه ونزول، نقبره استقيله. شكرا ماريال.